أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيف البرنامج القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. يا مرحبتين. في هذه الحلقة لدينا شيئا طريف، هو مضحك لكنه محزن بنفس الوقت. رسالة من أحد المشاهدين تتكلم عن نفسها، وفيها بعض الكلمات وينطبق عليها الإناء بما فيه ينضح، لكن بتصور القمص أنه يكلمني أنا بيقول عنك أنك حمار بحياتك ما كنتش مسلم. يا عزيزي، لأجل أنني ارتضيت أو ارتضي أن أكون حمار مثل حمار النبي بلعام الذي لم يسمع صوت الله، لكن حمار بلعام سمع صوت الله وأطاع صوت الله. لذلك أنا أرتضي علشان خاطرك وخاطر الكثيرين اللي للأسف قد يكون تفكير ضحل نتيجة لعدم أو لقلة المعرفة، يتفوه بكلمات نابية وقاسية. أيضا ليس هذا فقط ومش بس في الجسد، لكن محبة الله هي التي تحصرني وتعطيني محبة إليك، وأنا أصلي لأجلك ولأجل الكثيرين اللي لهم فكر مثلك، لأنه أنا كنت أيضا بهذا الشكل. والله هو وحده الذي يستطيع أن يغير، ولا أحد يغير غير الله. نعود مرة أخرى إلى المحادثة أو المقابلة التي حصلت مع دكتور زغلول نجار وعن كتبه، ونتكلم في هذه الحلقة عن الآيات المختصة بخلق الكون، أي الآيات الكونية، حيث تكلم عن الإعجاز بخصوص هذه الآيات. فهل تستطيع أن تذكر شيئا عن ذلك للمشاهدين؟ أكيد، بس أنا أحب هلا البتالي. أيوة، لو سمحت. تفضل. أنا بشكر الشخص اللي جاب الموضوع ده ورسمه، لأنه تعب نفسه وقعد يرسم وبين عليه إنه هو فنان ويشكر يعني، ومجهود حلو خالص، والكلام اللي فيه احنا بنقبله كشتائم من اجل خلاص نفسك. وبتمنى انك انت بعد ما تسمع تعليقاتنا ومحبتنا ليك رغم الاهانات دي، تحب اسمع منك انطباعتك ايه، وعمل ربنا في قلبك وفي حياتك شكله ايه. شاول الطرسوسي كان بيضطهد اكتر منك، لكن الله لمس قلبه وغيره، وعشان كده انت مهتميت انك انت تعمل الحاجات دي كلها وتبعتها، دليل على اهتمامك بالموضوع، وربنا راح يلمس قلبك. امين. شكرا. دي من الناحيه ديت. الناحيه سؤال حضرتك، كلام الدكتور زغلول النجار عن الايات الكونيه، والحقيقه هو مطلع كتاب عن الايات الكونيه والاعجاز العلمي في القران، وكاتب في صفحة 45 الكلام اللي حقراه ده هو. نعم. اهو بيقول: قصة خلق الكون يجمعها القرآن الكريم بدقة متناهية في 6 آيات تلخص خلقة الكون، إثنائه، إعادة خلقه من جديد في إجمال ودقة وإحاطة معجزية للغاية. شوف بقى الحتة الإضافة اللي بيقولها: لم يستطع الإنسان أن يصل إلى تصور شيء منها حتى أواخر القرن العشرين. هل هذا صحيح؟ الراجل بيموه، ولأنه عالم ففاهم الناس هتقبل كلامه. أعجب كل العجب من أنه لم يحترم درجة الدكتوراه التي يحملها، ويتكلم كلاما دون علم ودون ما وعي، فإن الحقيقة التي تعمد إخفاءها نجدها واضحة كل الوضوح في الكتاب المقدس الذي كتب قبل الإسلام بحوالي 3000 سنة. اسمع ما يقول الكتاب في سفر التكوين الإصحاح الأول، يقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة.
وروح الله يرف على وجه المياه. يا ريت الدكتور زغلول كان قرى الكلام ده قبل ما يقول ان القرآن هو اللي اتكلم عن خلقة الكون وما حدش سبقه قبلها لحد القرن العشرين. يا خسارة يا خسارة. ده محمد احترم الكتاب المقدس، افلا يحترم زغلول؟ محمد نفسه قال قل فأتوني بكتاب من عند الله هو اهدى منهما فاتبعه. اقرأ يا دكتور زغلول الكتاب المقدس يمكن تستفاد وتغير رأيك. هذا عن خلق الكون، لكن ماذا قال دكتور نجار عن خلق النجوم والكواكب؟ ذكر برضو ما جاء في سورة الواقعة آية 75 و76 اللي بيقول فيها فلأقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. عادي، شو بقى تعليق الدكتور زغلول نجار في هذا الكتاب أيضا وصفحة 38، شو بيقول إيه؟ يقول لك يعجب الإنسان من القسم المغلظ بمواقع النجوم، والنجوم من أعظم خلق الله في الكون. والعجيب أن الدكتور زغلول لم يقرأ عن خلقة النجوم في الكتاب المقدس أيضا في سفر التكوين وفي الإصحاح الأول. يعني أول ما يفتح الكتاب المقدس يلاقي خلق الكون بكل ما فيه حتى النجوم من آية 3 الآية 19 في أول صفحة. وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين الشمس والقمر، النور الأكبر لحكم النهار والأصغر لحكم الليل، مش كده بس؟ والنجوم جعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة. نعم يا عم اقرا في عرضك. نعم. يا عم اقرا وبلاش تبقى حامل دكتور دكتوراه وما انتش عندك علم بأبسط الأمور وبأساس الكتب. اقرا اقرا تستفاد. هذا يذكرني موضوع الحلفان، أن الله يقسم، لكن فهمنا الآن أن النجوم هي تفصل بين النور والظلمة، لكن هل تشرح لنا ما هو المعني بجلد السماء؟ جلد يعني القبة الزرقاء. نعم القبة الزرقاء. ونستكمل الحديث عن خلق النجوم. نعم. ففي سفر أيوب الذي كتب قبل الإسلام ب2600 سنة، في سفر أيوب نجد ذكرا لأسماء كثير من النجوم، أسماء النجوم، أسماء النجوم التي تتفق مع العلم. نعم. رغم أن ده قبل الإسلام ب2600 سنة. نعم. ففي أيوب إصحاح 9 ومن عدد 7 إلى 9 يقول إيه؟ صانع النعش والجبار والثريا ومخادع الجنوب، وكل دي أسماء نجوم. وفي أيوب 38 آية 31 و 32 يقول الله لأيوب عشان خاطر يثبت ليه ضعفه. نعم. يقول له إيه؟ هل تربط أنت عقد الثريا أو تفك ربط الجبار؟ أتخرج المنازل في أوقاتها وتهدي النعش مع بناته؟ هل عرفت سنن أو قوانين السماوات أو جعلت تسلطها أو تحكمها على الأرض؟ كل دي أسماء نجوم أيضا. ما هو عقد الثريا؟ عقد الثريا مجموعة من النجوم وذكرت في هل هو عقد أو عقد؟ هو عقد. نعم. عقد الثريا. ما هو عقد الثريا؟ العقد زي العقد اللي هو بيتعلق هنا. أنا نعم. مجموعة من النجوم في سورة السور كما يقول معجم الوسيط. في سورة إيه؟ السور. سور. في صفحة 95. نعم. أما الموسوعة العربية فتقول في صفحة 5579. الموسوعة العربية. تقول في صفحة 579 هي عنقود عنقود في كوكبة الثور يحتوي على بضع مئات من النجوم
ابعادها 325 الى 350 سنه ضوئيه، ولكن يظهر منها للعين سته فقط. اطلق عليها اسم الشقيقات السبع. نعم. فاذا موجوده بنصها وفصها وحرفها في الكتب العلميه 579. نعم. هذه السوري. انت ذكرت ان الكتاب المقدس ذكر في ايوب عن ربط الجبار، ما هو الجبار؟ الجبار ايضا ده كان جاء في سفر ايوب. نعم. كذلك او تفك ربط الجبار، وفي سفر عاموس الذي صنع السوري والجبار، وفي المجموع في الموسوعه العربيه ايضا صفحه 610 بيتكلم عن الجبار. نعم. بيقول كوكبة بالقرب من دائرة معدل النهار يمثلها الأقدمون بصورة محارب وتحتوي على 7 نجود براقة إلى آخره. كلها يعني الكتب العلمية بتقول وتؤكد ما هو في الكتاب المقدس. وعمرنا ما قلنا السبق العلمي للكتاب المقدس والإعجاز العلمي للكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس هدفه روحي وخلاص. الناس ده كتير حاجات دي مرحب بيها، لكن عمرنا ما سبقنا ونقول لك ما حصلش. نعم. ذكرت أيضا أنت من سفر أيوب شيء عن المنازل، وقلت أن نخرج المنازل في أوقاتها. أي. فما هي المنازل؟ المنازل برضو بتحكي عنها الموسوعة العربية الميسرة. الحقيقة الكتاب ده يعني ذخر، ذخر ينبغي كل بيت باحث لا يخلو منه هذا الكتاب. بتقول هذه الكواكب في صفحة 1507. 1507 بتقول هذه الكواكب الاثنى عشر موجودة حول دائرة البروج أو الكوكبات البروجية. الكوكبات البروجية. نعم. أنت ذكرت أيضا شيء عن النعش وبناته. طبعا. فهل لك أن تشرح هذا الكلام؟ الكلام ده برضو مذكور هنا في الموسوعة العربية صفحة. نعم. 782 لما بيقول 782 أهي. بيقول فيها، كنت بتسأل على النعش وبنات مش كده؟ نعم. النعش كوكب كبير ذو نور قوي أثناه اليونان والرومان الدب الأكبر. نعم. وفي الموسوعة العربية يقول الدب الأكبر كوكبة شمالية أطلق عليها أسماء قديمة مثل المحراث والعربة أي النعش. نعم. وبناته أي بنات النعش تقول الموسوعة العربية برضه في نفس الصفحة، ويظهر مع كوكب الدب الأكبر النعش 4 نجوم تمثل المغرفة و3 تمثل اليد. نعم. كلها مواضيع علمية موجودة ومؤكدة في الكتب العلمية المكتوبة بأيدي وبأقلام علماء. نعم. من الواضح والجلي أن هذه المعلومات بالتأكيد من علم الفلك التي ذكرت في الموسوعة الإسلامية، لكن سؤالي هو هل توصل علم الفلك لهذه المعلومات قبل الإسلام أو قبل القرآن أو بعده؟ شوف عزيزي، الراجل بيقول الدكتور بيموه ويقول أن الإنسان لم يستطع أن يصل إلى تصور شيء منها حتى أواخر القرن العشرين. نعم. في حين لو إحنا فتحنا دائرة المعارف الإسلامية، دائرة الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1311. أهو يقول إيه؟ علم الفلك هو علم دراسة الأجرام السماوية، وتكشف آثار بابل والصين والهند الحضارات القديمة من آلاف السنين قبل الميلاد معرفة فلكية. وكان الفلك عند قدماء المصريين تطبيقيا
فعمل خرائط نجومية وصنع الآلات لرصد النجوم، وتركوا لنا في قبر سيتي الأول، وده بيعود إلى سنة 1290 قبل الميلاد، خريطة فلكية، وفي معبد دندرة دائرة فلكية. وصلوا إلى مش لآخر القرن العشرين. ترى هل عرف العرب، هل عرف العرب قبل زمن محمد شيئا من علم الفلك؟ بالتفصيل يعني قبل كده الحضارات الثانية القديمة، يعني علماء اليونان قبل الميلاد سنة 540 ميلادي قبل الميلاد كان طاليس، وسنة 500 قبل الميلاد كان فيثاغورس، وأرسطرخس في القرن الثالث قبل الميلاد أي قبل الإسلام بتسع قرون كاملة. الكلام ده موجود في الموسوعة نفس الصفحة اللي أنا فتحها دلوقتي. أما عند العرب فتقول الموسوعة في نفس الصفحة برضو، وكان التقسيم عند القدماء وخاص العرب قبل زمن محمد ثلاثة أقسام: نظري وعلمي وتنجيم. وتذكر أنهم من أهم المراجع التي اعتمد عليها العرب كتاب السند هند، وهو في الحقيقة خمسة مؤلفات هندية قديمة. وتقول أيضا كذلك اعتمدوا على كتاب لبطليموس عالم الإسكندرية، وده كان سنة 323 قبل الميلاد، وهو في الحقيقة الدستور الذي صار على هديه فلكي العرب. لاحظ أن العرب صاروا على هدي كتاب بطليموس وليس على هدي القرآن، واضح؟ نعم. يا ترى ماذا يقول الدكتور زغلول النجار بعد أن يقرأ هذه الحقائق؟ يا دكتور أنا بنصحك أنك أنت تشتري الكتاب ده وتغسليه ومش تحطه على الرف، تاخده وتقراه وتبحثه قبل ما تتكلم في أي حاجة، لأن الكتاب ده حيفيدك وينفعك كويس قوي. لدي سؤال قبل أن ننتقل إلى الموضوع الروحي. هل ذكر الكتاب المقدس شيئا عن فناء العالم وإعادة خلقه، الذي يدعي دكتور زغلول أنه لا أحد كان يعرف عنها أي شيء قبل القرآن؟ دكتور زغلول بيفتي، بس الفتوى بتبقى في الدين لكن مش في العلم. فكون الإنسان يفتي في العلم فلازم يجيب المراجع بتاعته. نعم. فناء العالم وإعادة خلقه من جديد تكلم عنه الكتاب المقدس. الكتاب المقدس جه في القرن الأول الميلادي، محمد جه في القرن السابع الميلادي. نعم. والكتاب المقدس اتكلم قبل القرآن بكثير. مثلا في بطرس، رسالة بطرس الثانية إصحاح 2، الرسالة الثانية إصحاح 3 ومن عدد 10، يقول إيه بقى؟ يقول تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. أدي فناء العالم، صح؟ تزول السماوات والأرض، إعادة خلقة العالم. في سفر الرؤيا إصحاح 21 وهو آخر سفر في الكتاب المقدس والإصحاح اللي قبل الأخير، وآية 1 في الإصحاح: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. سماء جديدة وأرض جديدة. الكتاب المقدس قال يا دكتور يا زغلول يا نجار، مع احترام لشخصك وتقديري لعلمك، لكن أرجوك أنك أنت تتحرى الدقة حتى لا تفقد مصداقيتك. أنا بحبك ومحبش أنك أنت تفقد مصداقيتك، ومحبش أن الناس تتكلم عنك. عايزك كده تخاف الله في قلبك وتخليك حقاني باستمرار عشان تقدم للناس، دول أمانة في إيدينا، قدم للناس ما يفيدهم. الإعجاز في الواقع لا يؤكد ولا ينفي أي كتاب أنه من عند الله أو ليس من عند الله، لكن الحياة التي في الكتاب المقدس هي من الله. فنعود إلى مبادرة الله لمصالحة الإنسان، وهو أهم موضوع وأسمى موضوع نستطيع أن نتكلم فيه في هذا البرنامج. بالضبط. نعم.
احنا موضوعنا في البرنامج هو العلاقة مع الله. نعم. ازاي نبتدي هذه العلاقة؟ نعم. وانا اتكلمت ايضا سابق وانا بكرر الكلام على نعم. خاطر الجديد اللي بيسمع المشاهد الجديد يقدر ياخد باله ويسمع برضو معنا. نعم. فقلنا ان الانسان عشان يبتدي علاقة مع الله لازم يعرف اساسا هو اتخلق عشان ايه. نعم. ولما يعرف هو اتخلق ليه ان يبتدي يرتب نفسه ويدبر نفسه على اساس هذا الخلق. نعم. الله خلقنا عشان نكون اولاده. نعم. عشان نتمتع بحبه، عشان نتمتع بخيراته، عشان نتمتع ببركاته في الارض وفي السماء ايضا، خير وبركه ومجد يجمع الانسان. لكن زي ما قلت ان البشر كان موقفهم مختلفه من مبادره الله الحبيه الاولى، فالبعض نشف الالحاد، قال الجاهل في قلبه لا اله، والبعض زغ من ربنا، والبعض ضلوا الطريق ورا اكل العيش ورا ورا ورا. لكن الانسان اللي بينفصل عن ربنا تكون النتيجه الحتميه الموت. وقلنا ان الموت موت جسدي وموت ادبي وهو العار وموت ابدي وهو جهنم النار الابديه. لكن الله في محبته، الله محبه. نعم. الله في محبته لا يسمح اطلاقا بان اللي خلقهم عشان يكونوا ولاده يروحوا الى الجهنم. الى الجهنم، لان جهنم مخلوقه لابليس وكل جنوده. اما السماء فمخلوقه لابناء الله. كلام طيب. فالله ما يقفش مكشوف الايدي. كاب عايز ينقذ ابنه. نعم. فعمل ايه؟ دبر لنا خطة الخلاص، خطة الفداء، مبادرة عامة وكبرى، مبادرة الصليب كفارة وفداء للبشرية وكل إنسان. نعم. يفديني ويفديك. وفي هذه المبادرة بتاعت الكفارة مبادرة مصالحة. نعم. نحن الذين كنا قبل الأجنبين وأعداء. نعم. صالحنا في جسم بشريته بموته. نعم. ثم قلنا أن فيه بقى مبادرة أخرى شخصية بيجيلك لحد ما انت موجود، يقرأ على باب قلبك، يا بكلمات زي اللي انت بتسمعها دلوقتي، يا بآية من الكتاب المقدس، يا إما بصوت لطيف في ترنيمة تسبحة أي حاجة، وقد تكون قراءات عنيفة سواء حادثة أو فقدان شيء أو ضايع حاجة عشان خاطر ربنا يفوق الإنسان عشان يقبله. هنا بقى بناتي الى النقطة الجديدة بتاعت الحلقة دي، ايه رد فعلي وفعلك بقى على مبادرة الله؟ نعم. هو ده المهم. هناك ثلاث حاجات عايز اتكلم عليها في رد الفعل: دعوة للدخول في الوقت المقبول بثقة القبول. دعوة للدخول، الله بيخبط على باب القلب، بتدعيه يخش تقول امين تعالى ايها الرب يسوع. الكنيسه علمتنا نقول ايه؟ ايها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياه، هلما تفضل وحل فينا. نعم. بتقبله؟ بتقول له تفضل يا رب خش، ده بيتك، تفضل تعزم ربنا على حياتك. بيخبط على باب قلبك كغريب، غريب هو الهك الذي صنعك، ولكنه كغريب يقرأ على باب قلبك، تقبله ولا بترفضه؟ وهنا يترتب على هذا القرار مصيرك الأبدي. إن رفضت المسيح ستكون مرفوضا للأبد، وإن قبلت المسيح ستكون مقبولا في النعمة الإلهية والمجد الأبدي. إمتى أقبل بقى وقت القبول؟ إمتى؟ الآن. هو ده الآن وقت مقبول. اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. اوعى تقول بكره. بكره عمره ما بيجي ابدا. انا فاكر قصه خدناها كانت بالفرنساوي واحنا في ثانوي. واحد ماشي على محل فلقى يافطه مكتوب على محل حلاقه. فبيقول كده الحلاقه غدا مجانا. فهو خد بسط قوي قوي، وتاني يوم جه من الفجر واستنى قدام الباب لحد ما فتح ودخل حلق. فالراجل حلاقه بيقول له فين الاجره؟ قال له ها؟
انت مش كاتب الحرائق غد مرجانا؟ قال له فين دي؟ قال له هي في الفاترين. قال له اه مكتوبه. قال له خلاص ما انا جيت غدا اهو. قال له مين قال لك هو في تاريخ مكتوب؟ هذا الغد لن ياتي ابد. ان ما كنتش تاخد قرارك النهارده غدك لن ياتي. الغد هو الغد دائما، اي التسويف. فالله بيدعوك الان، ان سمعت صوته فلتقسي قلبك. يا ما ربنا دعاك، يا ما ربنا نداك بصوت لطيف او بصوت مخيف مرعب، وانت في القساوه لا تريد ان تقبل، تايه من ربنا، هربان منه ليه يا خاطي؟ مالك هربان مني؟ وليه بس انت جافيني؟ يا لشقائك في بعدك عني، يا لهناك لما انت تجيني. ثم اذا طلبت قلت له امين يا رب تعالى خش قلبي الان، انا بس بطلبك يا رب. ثق في وعده، اوعى تعتمد على الاحاسيس والمشاعر، لا، ده وعد الله، ثقه بالقبول. قل له يا رب انا اثق في وعدك، انت قلت ان اللي يفتح لي الباب انا هخش، وانا بؤمن في هذا يا رب. اختم لك بتشبيه صغير عشان ما تنساش، لما يطلع كده في الجرايد ان الشهر الجاي هتزاد ليك مرتب شهر، بتعمل ايه؟ اول ما تقراها تروح تستلف حاجات بالفلوس بتاعت المرتب اللي جاي. انت مش لما تقبض، لا، ده قرار. نعم. المسيح الان بيقول لك ان فتحت انا هخش، ومش كلام جرايد بقى، لا، ده وعد موثق. هل تثق انه يقبلك الان؟ قول معايا بثقه، اشكرك يا رب لانك انت سمعت صلاتي وطلبتي ودخلت جوه قلبي، لك مني كل الشكر، امين. افرح وتهلل بعمل الله في حياتك، امين. شكرا جزيلا. هذه اعزائي هي رساله التي نريد ان نوصلها الى جميع الناس، رساله المسيح الى العالم، ان يظهر محبه الله الفائقه لكل انسان، تلك المحبه التي تجسدت في محبته الينا، حتى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وما يسر ويفرح قلب الله هو عودة الخطاة إليه نادمين تائبين. نصلي ونقول يا رب أيها الآب السماوي، أعنا وساعدنا حتى نعترف بخطايانا دائما ونتوب عنها توبة حقيقية صادقة، ونرجع إليك طالبين بركاتك وعفوك وغفرانك، لأنه مكتوب عنك أن طويل الروح حنان وكثير الرحمة. شكرا، واللقاء في حلقة أخرى. آمين.